أنا سعيد، أنا سعيد ومبسوط باللي بيحصل. الأهلي ويوم الجمعة 27/12 توج النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة. طبعاً أنا مبسوط، يعني أنا ما أقدرش ما بينش انتمائي أو بين فرحتي، أنا مبسوط. كفاية برضو ماتش امبارح كأس مصر، تأهل النادي الأهلي لنهائي كأس مصر، والمرة كان حاجة وخمسين، مش فاكر، إن شاء الله هتبقى المرة 37 الفوز لينا النادي الأهلي. إن شاء الله نحقق الخماسية وصلنا نوصل كأس العالم إن شاء الله في شهر فبراير. يعني أنا مبسوط، أنا مبسوط، مش عارف أبين يعني فرحتي برضو. إن القضية كانت من مجدي أفشة، الجون تحفة، كان محدش متوقع النتيجة، ماتش أهلي زمالك محدش كان متوقع إيه اللي هيحصل. طبعا باين فرحتي، ألف 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 مبروك للنادي الأهلي، وألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العريق، وهارد لك لنادي الزمالك والأستاذ نصر. هارد لك يا أستاذ نصر، ما تزعلش، إن شاء الله تتعور السنة الجاية اللي بعديها براحتكم إن شاء الله. يعني أنا مش هقول الحاجة، شو أكتر من كده. ناخد فاصل سريع ونرجع لكم مع أول فقرات حلقتنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل السريع، ونرحب بشعرائنا والمبدعين بتوع حلقه النهارده، ونتعرف بيه احمد. اهلا بك يا احمد، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ومحمد طلعت، شعرك جميل، ومعانا فقره النهارده مميزه، وهتكون هي المنشده اسراء احمد. ازيك اسراء، عامل ايه؟ الله يسلمك، الحمد لله. اول نقول اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه طبعا، ما بسمعش كوره خالص. انت ريحت نفسك والله. اهلاويه انت، ما بتشجعش كوره خالص؟ اتفضل بعد بس. البيت عندنا كله اهلاوي. بس خلاص، انت تنور بقى، تنور حلقه النهارده. هنتعرف عليهم، هنتعرف ازاي بداوا الشعر، بداوا كتابه، بداوا القاء. نبدا باحمد. ازيك احمد، عامل ايه؟ الحمد لله. كلمنا، بدات الشعر ازاي، بدات كتابه ازاي؟ بدات الاول كنت بسمع، بقرا عن الابنودي وكده، بعد كده حبيت ان انا ابدا اكتب الكلام ده. بقيت اسمع مثلا اغاني والاقي نفسي بطلع كلام مع اللحن غير الكلام اللي موجود. مره مع التانية انا زمالي سمعتني قالت لي انت على فكره ممكن يجي منك شعر، لحد ما بدات، وبدات اكتب مره والتانية لحد ما. انت بادئ قد ايه من كتابه؟ من اعداديه يعني. ما شاء الله، يعني سنين اهو، ما شاء الله. الحمد لله. منين يا احمد؟ من شرق خيمه. احسن ناس. محمد، حضرتك انا بدات كتابه من 5 ابتدائي، من يعني كان بسبب موقف كده بين انا ومدرسه، كان ضربتني ظلم، كتبت حاجه عشان اشتمها. بعدين بقى ايه، جت يعني ايه، جت سبحان الله كده الالقاء، يعني جت بخناقه، هي جت كده. بعدين اتكرمت، بعدين لقيت يعني ايه، بعدين استمريت فيها. انا عايز اتخني عشان اتكرم. يعني هي كل حاجه بتبدا من الالم. تألمت ثم تعلمت ثم ابتعت. جميل، ما شاء الله عليك. اسراء، طبعا مالناش دعوه بالالقاء بقى والشعر، الانشاد، شايفه ازاي اللي دخلتي المجال اللي هو كبنت تبقى منشده دينيه؟ والله انا اول حاجه لما دخلت الجامعه دخلت مسابقه، وبعدين حسيت نفسي موهوبه، كل الناس يعني اشادت لي ان انا بيسمعوا عجبهم صوتك. دخلت مسابقه في الجامعه، طلعت الاول على الجمهوريه، وده كان سبب في ان انا يعني حسيت ان انا عندي موهبه الانشاد. انا اصلا عندي انا حافظه القران كامل، بسم الله ما شاء الله، وصوتي كويس فيه. فاستغليت بقى ان صوتي كويس في القران، يبقى كويس في الانشاد، وبدات انمي موهبتي بقى ان انا اسمع المشايخ واسمع ناس اكبر مني وكده، يعني لحد الحمد لله لما بقيت حاجه كويسه. وان شاء الله ناويه انمي اكتر ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله. نرجع لاحمد. احمد، هتسمعني النهارده من قصايدك الحزينه. نبدا بحاجه حنينه شويه، ارجعي لي. اتفضل، معاك المايك. ارجعي لي، رغم البعد اللي بينا بتوحشيني، مش قادر انساكي، ولا قلبي مطواني على الفرحه، ما كنتش هعرف الحب لولاك، وديكي علمتيني وركبتيني سفينة الحب، وفي نص الطريق سبتيني وديني غريب، أرجوك خليكي. كل الناس فترة وبتنسى، إلا أنا والله ما عارف أنساكي، ليه كل ذكرياتنا ما بقتش وحشاكي، مش عايز من الدنيا إياكي، ملعون الجرح اللي خلاكي في يوم تشوفيني كأني غريب ما تعرفينيش، ملعون الجرح اللي خلاكي في يوم تحطي ما بيننا حد، ومن قسوتي بتزيد مسافة الحاجز وأصبح سد، تفكيري في إنك لغيري ده أمر مش هين،
مش سهل اشوفك قصادي وما سلمش، ولا هقدر اشوفك لغيري وما تقلمش. بتمنى تفتكري الذكريات وتعيدي وعودنا اللي في الشات، اللي بينا مش شويه كلمات، اللي بينا حكايات، في ما بينا 100 قصه تتكتب في روايات. يا ريت ننسى وتديني فرصه اخيره انسيك اللي فات. في بعدك حلفت ما تمشي الساعات، والعقارب غيرتني وبتعاقبني لما حكمت ان في بعدك الوقت يمر بالبطيء. لسه فاكر ضحكتك ليا جوه شط اسكندريه لما كنا بنسمع سميره سعيد، يا قلبي هو حبيبي هو. في بعدك متحاوط مش عارف اعيش، عرفيها يا بهيه انها جاتلي من السما احلى هديه، ده هي روحي وام عيالي واجمل ما فيا، واشيل حزنها بايديا. ارجعيلي وانسيك الدنيا ديه، واشيلك جوه عينيا، انت مستقبلي واحلامي اللي جايه، انت نقطه الضعف اللي فيا. رجعيها يا بهيه، لسه صوتك جوه ودني والمسافات اللي بينا بتقتلني. طول العمر كنت جنبي وكتير اذيتك وتعبك ده ذنبي، يا ريت تسامحيني. روحك حلوة بكل ما فيكي، كان نفسي احتويكي، دموعي ما نزلتش غير ليكي. عن كافيه قعدنا فيه وشوارع ما تعرفش غيرنا، عن هزار كتير ما بيننا، عن كلام كتير بيننا، عن عتاب كتير سهرنا. مش قادر اصدق اني خلاص هكون لوحدي، ولما عاوز افضفض افتح الشات كاني بكلمك، بس انا لوحدي. خلاص هلم كل كتبي وقصايدي واسافر، بس لوحدي مش هقدر اعافر. وفي حياتي ليكي مستعدة خاطر، بس قبل ما امشي ليا عندك طلب، وبعدها بوعدك ما هتشوفينيش. في حاجات طول حياتنا ما تتنسيش، يا ريت تفتكر الحلو اللي كان بينا. جايز في سفري اموت وما اقدرش اعيش. ربنا يديك طول عمرها. لا ابدعت، احسنت والله. ما فيش نكد، نكد على خفيف كده اللي هو ايه، تنكد يعني ويلحق نفسه. لسه يعني لسه بيبدا، لسه بيسخن ربنا يستر من النهارده. محمد بقى نقتلك انت، احنا قاعدين نهزر عليه، نشوف بقى احنا ابداعك. هي دي ليها قصه خفيفه كده بس هنقولها بعدين يعني. ماشي. وقف الزمان، قلبي يودع قلبه ويراني اضحك وهو يتقطع، الالم قد نخر في كله وعناق أيدينا لا زال إليه يتطلع. تركتها ولن يضيء عيوني نورها صبيحة كل يوم، تركتها وها عيني تدمع. يا أيها الشوق الذي ضل الطريق إلى قلبي لأعوام، ليتك أنت المودع. قد أهزموا نيران الدنيا كلها، لكن نارك تجعل قلبي يخضع. ما كنت أعلم أني أحبها هكذا، لما رحلت رأيت قصورها في قلبي تتوسع. أأخبرها أنها القلب وما ملكت يداه؟ أأخبرها أنها كنز أنعم علي به الله؟ أأخبرها أنها شمس أضاءت ظلمات قلبي، وحنان أجلى دمعات عيني، ولسان بطيبه يجعلني أبدع؟ أأخبرها أن البسمة التي أمرتني بدوامها ما كانت في غيابها تسطع؟ سيدتي هذه البشر، هذه البشر والمخلوقات، تلك الأرض والسماوات، هذا الصخب والدوى والكون وما حوى، بدونك كسم الخياط لا أراه أو أبصره أو أسمع. ستضيق دنياي في غيابك يا صاحبة القلب، والله سأرجع. شكرا. لا أبدعت. لا النهاردة يعني ما شاء الله عليكم، بداية قوية، بداية قوية لأحمد ومحمد، يعني بداية ليكم قوية جدا. إسراء هنسمع أنشودة بقى، يعني أول، أنت أول بنت إنشاد ديني في البرنامج ده، يعني دي معلومة أكسبية كده، فعايزين كده هنشوف الإبداع منك بقى إن شاء الله. إن شاء الله. هيك لك أهو، اتفضلي. المسكوفاح المسكوفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء،
أشكي لي من وجدي وحالي الله الله وأقول لمين النبي غالي الله الله أشكي لي من وجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسكوفات وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي كانت أول إنشاد ديني أو أول يعني أنشودة أنا تطلو هنا في البرنامج. يعني إسراء أحمد خلاص كتب من أسماء أول منشدين برنامج بني كلمات. أبدعت والله يا إسراء. أنت متوترة؟ حاسك متوترة شوية؟ لا مش متوترة، أو يعني أول مرة أطلع. لا لا عادي جدا، مفيش أي حاجة، إحنا كلنا هو بنهزر ونضحك. أحمد، المعلومة المشاهدين ما بيعرفوهاش، أحمد أنا حضرت له حفلة كانت في الرابع الثقافي، وكان قايل يعني من أول ما بدأ الحفلة لنهايتها كان كله حزن، يعني كان نص اللي والله اللي كان نص الموجودين في الحفلة كانوا بيعيطوا بدموع بسبب القصيدة بتاعته. عشان كده أول ما عرفت له هيجي قلت له لا، أي قصيدة حزن مفيش، احنا مش ناقصين. فأحمد نسمع منك قصيدة تانية كده، بس إيه نكد ولا إيه؟ خليها مفاجأة عشان فيها الغاز. ربنا يستر. اتفضل يا احمد. فينك يلي رمش عينك عدى الجمال، فينك يلي صوتك لحن عجز عن عصف الخيال، خلاص رجالك وعدلت حالي وبتمنى تكوني ام عيالي، مش جيتلك زمان وكان قلبي مليان بالحنان واهلك اعترضوا على الحال، خلاص اتعدلت الاحوال وراجع من السفر وجايلك يا وجه القمر، بشوفك بنسى احزان القدر. الو مالك ليه مش سامعاني؟ الو سكوتك مخلي حاجات جوايا تعباني. انت يا عم اخبارك ايه؟ مالك يا عم من ستنا ومش بتسال ليه؟ ما انت عارفه الشغل، وكنت دايما بشوفك سحابه في ضي القمر، اسمع اسمك وداوي السهر بس الزمن بيا غدر. بس قولي الأول صوتك اتغير ليه؟ ولا في البعد عنك حد في قلبك خد مكاني؟ قولي وما تخافيش. طب ودبلت اللي في ايدك خلاص قلعتيها وفي دلاب الذكريات رميتيها؟ دبلتك لسه في ايدي وهتفضل حدنا ايدي. فكك بقى يا سيدي، انا ناوي بايدي اشيلك من على الارض شيل وارميك في سحابه في ضي القمر ليجمعنا القدر. راجع امتى من السفر؟ بكره راجع
بكرة راجع وجايلك أغير دنيتي، أنتي حياتي وبهجتي. آه لو تشوفي في بعدك لهفتي، لا تكون عايشة وبتتمني تكملي عمرك اللي باقي معايا في جنتي. عارفة إنك بتحبني بس خلاص مش لازم تقولها، مش لازم أسمعها منك. أنا أصلاً ما أقدرش أقولها ليكي، كلمة بحبك قليلة عليكي، ده أنا اللي بعشق جمالك وسحر عينيكي، ده عمري كله ليكي. قفلت الفون وعجزت عن الكلام، وحسيت من صوتها إن في حزن وجراح وآلام، ورجعت من السفر وخدت ميعاد من أهلها ورحت وأنا فرحان. فجأة الباب اتفتح ولاد أختها الابتسامة على وشها والفرحة اللي مالية أهلها، بس لما شفتها لقيت نظرة الفراق مالية وشها، ولما سألتها كان ردها أنا عمري ما كنت حباك أنا كرهاك. طب وكلامك ليا ووعودك؟ كلامي ليك وقتها حسيتك مكسور عشان الرد، فما رضيتش اكسفك عشان الرد ما يجرحكش فما تزعلش. فقلت لها وداع، وداع حبنا اللي عشناه، وبعد فتره من السنين وحشني صوتها وضحكتها وابتسامتها، قلت انزل جامعتها واشوف ملامحها. نزلت ادور وما لقيتهاش، وانا مروح حزين اني ما شفتهاش. فجاه الفرحه ردت لي وشفت اتنين من زمايلها قاعدين، قلت اجي اسالهم عنها، ولما قربت سمعتهم بيتكلموا كلام حلو عنها، فهقعد وراهم اسمع وراجع ذكرياتنا، بس في اخر كلامهم عنها بسمع منهم كلمه الله يرحمها. قلبي اتنفض وعجزت عن الكلام وقلت لهم انتوا اكيد كدابين واكيد سهرانين عشان كده مخرفين. هي فين حبيبتك؟ ماتت. جريت على بيتها مستنى اشوفها، لقيت اختها لابسه اسود وبتقول لي حبيبتك ماتت. قلت لها انا عارفه انها مخطوبة أو اتجوزت ومخلفة وعني مخبيين عشان ما ازعلش، بس والله ما ازعل، طمنيني هي بخير؟ حبيبتك ماتت. ماتت وهي كرهاني؟ عمرها ما كانت كرهاك، بس هي قالت لي ما تكملش، ده عشان حباك. لما عرفت ان موتها قرب ما حبتكش تظلمك معاها عشان في موتها ما تتأثرش وما تنكرهش، فما تزعلش. وكنت حاسه ان في يوم هتجيلها وهتحنلها، فسابت لك الورقه دي. مسكت الورقه لقيتها دبلانه، قلت لها حتى اخر ذكرى من اختك مش عارفه تحافظ عليها. قالت لي دي مش دبلانه مني، ده اللي في الورقه دي اخر سطر كتبته، اخر كلمه بايديها واخر دمعه نزلت على الورقه من عينيها، روحها طلعت لرب العباد. مسكت الورقه وانا ملهوف، لقيتك اداني انا عمري ما كنت كرهان، انا حباك، والجنة الخلد اللي يجمعنا فيها رب العباد انا هفضل مستنياك انا حباك. جريت على القبر وعيوني نزيف متتالي ما بيهداش، قعدت على بابها بدات اكلمها وعن وجع احكي لها، ما تقومي بينا نمشي، هما ليه دفنوك؟ انا عارفك صاحيه، ما تقومي بقى بطلي هزار، حياتي بدونك مليئه غبار. فجاه اختها مسكت ايدي وقالت لي حبيبتك ماتت، بلاش تعمل في نفسك كده. قلت لها انتوا بلاش تقولوا كده عنها، ارجوكي بلاش عينك تنزلوا لو دمعه، هي في مشوار وراجعه. وفضلت بايت على بابها وعدى الليل الحزين، وصحت على صوت ضفاير العصافير بصوره من خيالها، بدات اكلمها، صباح الخير يا حبيبتي، عامله ايه فوق؟ وحشتيني وبدعيلك، وكل اللي يسالوني عنك بقول في مشوار وراجعه، بس مشوار اتطول وتاخرتي. طب ممكن طلب ينفع تزوريني في الحلم النهارده؟ وحشتيني، وحشتي صوتك وابتسامتك، والله انا كنت طفل لما صدقت انك ما حبيتنيش. يا ريت تزوريني في الحلم، انا جبت لك الورد والزهور اللي بتحبيهم قدام المدفن، هتلاقيهم بعد ما امشي خديهم، ما تنسيش وما تنسيش تزوريني في الحلم النهارده، ارجوكي ما تغيبيش. في الحفله انت قلتها، وكان نص اللي في الحفله كانوا قاعدين يبكوا، يعني اعتبر انت جاي تنكد علينا، شو هقول؟ هو الحزن اللي شغال. لا والله بس قدعت جدا محمد، يعني انا لما قلتها في الحفله كنت بسقف لك والله، انا يعني القصيده لا جميله ما شاء الله عليك. محمد ناوي تسمعنا قصيده حزن برضو ولا لا؟ ما تقلقش مش حزن خالص، اتفضل. لا مش بتوع حزن. لا انت جميل والله يا محمد. هي بدايه هي لها قصه. هي يعني ايه، انا لما بقولها في مكان المكان بيطلبها بعدين. كانت قصه القصيده اللي قبلها كنت لسه انا سايب الشركه اللي انا بشتغل فيها، افتقدت المكان فكتبت عنها. انها فتاه
كالقمر أغازلها منذ إشراق الصباح، وأنا أكرر قولي وطنك حدوده أكتافي ولكنه براح. هي أجمل من رأت عيني التي يسحرها كل يوم الوشاح، عيونها الزرقاء تسحرني وشعرها الأصفر يجذبني. أعربية أم أنها من السياح؟ أمشي وراءها كل يوم أقول أشعار حبي، أشعار قلبي، حبي لها قد فاح. أجيبي يا هي إني مللت الإلحاح، ولما رأيتها إنها تسيل دموعا، لماذا هالبكاء؟ وشاحها الأبيض قد دنس وأصبح مليئا بالدماء، دموعها قد استدعت بكائي، كفى أيتها الحسناء. يا صاحبي إني مليئة بالحزن وليس كمثل جراحي، تاريخي حافل بالمجد والآن أعاني من السلاح. جاءني حقير ودنس بيديه وشاحي، لا تغضب يا صديقي فإن مجدي لهذا الحزن ماحي. أنا أم بلا زوج، وطنا بنيت، حرم مسجدي وعلمي الوشاح، أسرت أكثر من 20 مرة وانتصرت بالكفاح، على صوت هزيمتهم وعلى صوتي بالنجاح. بنيت المسجد الأقصى بطوب من صنع القيون، ومن قمة جمالي طمع الملوك فجاءوني، يخيبوا في كل مرة ثم يجروا ويتركوني. المسجد الأقصى يرحب بي كل يوم، إني لا أخاف من المجون. كفى يا سيدتي ولا تبكي ثانيا فإن دمعك غالي، أأسف على مغازلتي بداية ولكني أبهرت بها الجمال. مجدك يزين تاريخنا حافل بالبركة والجلال. اسمك فلسطين، فاء فتاة تسحر أعين الكل، لام لا يحنيها الاحتلال، سين سامية أخلاقها، طاء طاهرة من غدر الأنزال، ياء يعسوب مبجلة، نون نيران في وقت النضال. يا فلسطين لا تبكي ثانيا فإن دمعك يفرح المحتال. شكرا. واو، لا لا بجد والله سأفلك عليها. تأليفك؟ تأليفي. لا والله أبدعت، لا أبدعت أبدعت أبدعت، يعني دي كلمة قليلة جدا. أقولها في أي مكان بتنطلب فيه. لا ليهم حق، ليهم حق والله جدا، يعني أنا اتفاجئت هو قاعد يكلم بنت وبتاع، ففي الآخر جت فلسطين. لا أنت قلبت التغيير خالص، القصيدة اللي أنت كاتبها لا قلبت المجمل بتاعها خالص، إن شاء الله عليك. احنا لو قلنا بقى القصة بتاعتها اللي احنا قلناها في بدايتها هتبقى مع بعضينا بقى بره. مع بعضينا بره. سراء، قبل ما تبدأي أكيد واجهت انتقادات يعني بنت بتقول انشاد، ازاي واجهت الانتقاد دي وايه كانت ايه الانتقادات؟ والله انا واجهت انتقادات كتير قوي، يعني في ناس بقى تفضل تقول انت بنت ازاي هتنشدي وتطلعي قدام الناس وكده، الكلام ده للولاد والحاجات دي، بس انا طبعا برد عليهم واقول لهم مفيش فرق يعني بين الولد والبنت في حاجه، صح يعني القران والانشاد يعني زي بعض. وانا بحب مجال الانشاد جدا وبحب مجال قراءه القران والتلاوه والحاجات دي، فاصريت يعني ان انا يعني اسمع كلامهم وتكملي واكمل في المشوار اللي انا بدات فيه. وان شاء الله يعني ربنا يكرمني في حياتي يعني بعد كده واوصل لحاجه اعلى باذن الله. باذن الله. هل واجهتي تشجيع من اهلك؟ طبعا طبعا طبعا، ده اهلي رقم واحد. طبعا بابا وماما، والدي والدتي يعني دول اول ناس كانوا بيشجعوني دايما من وانا صغيره في الانشاد وحفظ القران، بيشجعوني من انا صغيره جدا ودايما واقفين معايا وكده، وطبعا دعم اصحابي ليا وتشجيع الناس اللي بتحبني وكلامهم الحلو ليا بيخليني دايما اجيب اقصى ما عندي. جميل، مش هتسمعينا انشودي؟ انت نور الله في وجهك. اتفضلي. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا عليك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي، يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك،
نسمع بقى آية كده، آية قرآنية. حافظة حاجة من سورة يوسف؟ أنا حافظاها بس يعني لازم يوسف. لا شوف اللي أنت حافظاه أو متأكدة منه. مثلا هقول آية كده اسمعها. ممكن أقول آخر حتة في آل عمران، الصفحة اللي قبل الأخيرة. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله عليه وسلم. أبدعتوا أنتوا أبدعتوا كنتوا منوريني. يعني كلمة قليلة يعني في انشاد ما شاء الله وتلاوة القرآن إسراء بسم الله ما شاء الله عليها. محمد في اللغة العربية الفصحى والتدقيق بتاعه جميل. انت في الحزن مبدع. لا والله في كتابتك وإلقائك مبدعين. ونشكر طبعا عمرو عبقرين نورنا في الفقرتنا والحلقة كلها. هناخد فصل ونرجع في فقرة تانية. انتظرونا.